اخي مع هذا الراجل اللي قاعدين كيلو الناس. شما تخلي ليش نعس مصباح وتي كتقرب بالك تقلبي على الصدار. ヤガミ貴様の死をもってなラウンド1レビーゴー。おいノーデラقرب العاصة زعما رمضان هذا كيما سوقكش رمضان ولا ماشي رمضان دابا غتسد عليه فمك ولا غنوض نهار نسولك اتق الله يا هاد الراجل نوض جيب لنا اللي خاص راه الدراري قربوا يجوا من المدرسة مالك اش خاصك خاصنا الخضرة واللحم كل نهار جيب انا ما في لا خرج باغي غير نعس لهاد المغرب باقي نعس قالت لي الاستاذه اللي نعس النهار كامل ما عنده صيام خاصنا نفيقو نخدمو شويه نقراو القران ديالنا باش يقبل لينا الله الصيام ديالنا يا ولدي سيري بنتي مالك بابا واخا ماما بابا فيق انا قرب المغرب سيري حتى اذن لا بابا خاصك تفيق على الصيام ماشي غير توقفوا على الاكل والشرب فقط رمضان وسائر العباده والعمل الصالح واخا انا غلط الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أصدقائي رأيتم كيف قضى أبي يومه في النوم والصراخ والكلام الفاحش فهذه التصرفات من مفسدات الصوم كما جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حده من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حده من قيامه السهر